ويا هلا بالشباب. طبعا السيارة بديها ألومنيوم يا شباب، عندك هذا بلاستيك، الدعامية بلاستيك. طبعا ميزة الرانجلر ان الشاصي ماله يتبدل، الشاصي ماله يتبدل قدام واللي ورا. ليتات LED، كشافات LED. طبعا تميز السيارة انها ترى سعرها المرتفع لانها سيارة امريكية 100%. ترى ويا هلا بمتابعين، اليوم عندنا رانجلر 2024، يلا نشوفه مع بعض. نبدي بسعره 13,995، هذا السعر بالنسبة للسعر المعروض. يا شباب السيارة 4 سلندر تيربو 2000 سي سي، طبعا 300 حصان السيارة يا شباب، 300 حصان. جير اوتوماتيك هذه الموجودة 8 غيار، 4 سلندر 2000 سي سي تيربو 300 حصان. وهذه حجم الرنجات 17,75,245. طبعا هذا النوع المعروض يسمونه صحاري. طبعا يا شباب عزم السيارة 400 نيوتن، وهذه يا شباب السيارة صناعة أمريكية 100%، يعني سيارة أمريكية ما شاء الله. باب واحد حلوة صغيرونة، حجمها صغير. طبعا ما شاء الله فيها كونسول بالوسط، فتحة USB، حاملة أكواب، عندك الجامات تنفتح بالنص في نفس القديم، دقام، عندك تحكم كروس كنترول، تحكم بالراديو، ما شاء الله قوة إلا بالله. طبعا هذا البادي ماله يتميز الرانجلر انه يفتح يا شباب ما شاء الله. طبعا السيارة يا شباب 4x4 دبل جير، فتحة USB. طبعا يا شباب السايد بريك عادي، وتشغيل تي دقمة. نفتح الدرج اليمين صغير حلو شكله. طبعا تي يا شباب الشاشة 12.5 انش. طبعا البنزين مالها الترا، لازم يكون الترا. طبعا هذا ارتفاع، هذا طول السيارة وارتفاعها وعرضها، كل هذا المواصفات البيانات مكتوبة. نفتح ما شاء الله، فتحة 12 فولت، عندك هذه الحماية موجودة حديد ما شاء الله، عندك فتحتين تكييف ورا، سبير علاق، كاميرا خلفية، 4 حساسات خلفية، هذه حق القلص. وهذا هني عشان تركب، روح قدام عشان تدش تقريبا تركب عن ورا زين، يعني مساحته حلو حق الشباب. ما شاء الله هني خام. طبعا هذا سنتر لوك. طبعا يا شباب سعة خزان الوقود 81 لتر. افتح الكبوت. طبعا الباور سترينج اللي فيها مو كهرباء، اللي هو عادي اللي هو نظام الزيت، 4 سلندر ما شاء الله. مروحة كهرباء ما شاء الله، حلوة السيارة.
شكل صراحة جميل. وشير وتابعني، وكل يوم لنا سيارة جديدة.